دكتور احمد بيومي عضو الهيئه العليا لحزب الدستور، بنرحب بيك معانا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مع انطلاق الاسبوع الثاني للحوار الوطني، اراء مختلفه ورؤى مختلفه لكافه القوى السياسيه ومشاركه موسعه من كافه القوى السياسيه منها حزب الدستور، بتشوف ده ازاي المشاركه الفعاله في ثانيه؟ طبعا اولويه هامه جدا ان يحصل حاله من الحوار والنقاش وتبادل الاراء، لان الوطن لن يقوم براي واحد ولكن بحاله من تبادل الاراء وتبادل الافكار، وبالتالي احنا بنحاول هنا داخل الحوار الوطني ان كل واحد يبدي وجهه نظره، ونحاول ان احنا نتوائم على وجهات نظر نتفق عليها، الحد الادنى المشترك لصالح هذا الوطن والذي يؤدي الى تقدم هذا الوطن. النهارده كان في لجنه الاحزاب، كنت مشارك وممثل عن حزب الدستور في اللجنه، شفنا برضو اطروحات وافكار، شفت سير اللجنه ازاي، وكمان رؤيه حزب الدستور خاصه ب سواء تعديل قانون الاحزاب، مشاركه الاحزاب وتوسيع انشطتها بشكل كبير، الحوكمه الاقتصاديه للاحزاب. احنا عندنا هنا نقطتين فيما يخص سير اللجنه، فانا كنت اتمنى ان تتاح فرص اكتر للنقاش وتبادل الاراء، مش بس تبقى كلمه لمده 4 دقائق. اما فيما يخص هويتنا كحزب الدستور، فاحنا بنؤيد تماما ان لابد من يكون في حق الاشتباك الايجابي للاحزاب السياسيه مع العمل الطلابي ومع النقابات، وان يكون في اخطار التاسيس، ان لجنه شؤون الاحزاب تقوم على الاخطار، وان يكون هذا الاخطار والتاسيس ده يكون في مده زمنيه محدده، وان يكون عدد الناس اللي تشكل عدد الاحزاب يقل من 5000 ل 3000 عضو، وان يكون في حوكمه داخليه الاحزاب واليه ديمقراطيه داخليه للاحزاب تحكم الاحزاب، فلا يصح ان يكون احزاب موجوده في الساحه السياسيه لا تمارس الديمقراطيه ثم تطالب بالديمقراطيه. كان في خلاف، مش عايز اقول خلاف، لكن اختلاف وجهات النظر ما بين فكره دمج الاحزاب وتعارضها مع التعدديه الحزبيه، بتشوف ازاي؟ خاصه ان في بعض الممثلين اللي قالوا ان في احزاب صغيره كتيره لا يعني غير ممثله في الحياه السياسيه المصريه، موجوده على ارض الواقع ولها مكاتب. ما فيش مشكلة ان يكون في احزاب كتير، لان في النهاية الحياة السياسية قايمة على التعددية، لكن في النهاية اذا كنا احنا بنقول ان الاحزاب السياسية او بنفكر في آلية الدمج، فالاصل في هذا الموضوع ان يكون اختيار وحق الاختيار لاعضاء الحزب والاحزاب السياسية، والا يرفض هذا الدمج من قبل الدولة او من اي مؤسسات من مؤسسات الدولة، لان في النهاية الاصل في الحياة الحزبية هي التعددية، واحنا ما عندناش مشكلة ان يكون في 1000 100 حزب 200 حزب، الاهم ان اللي يقيم ده واللي يختار في النهاية هو المواطن المصري، هو اللي هيأيد احزاب هتبقى كبيرة وتبقى لها مساحه سياسيه، والاحزاب القليله بالتالي هي لن تحصل على اصوات الناخبين ولن تحصل على ثقتهم، فبالتالي هي هتتمحل تدريجيا. الفكره ان الاحزاب الصغيره البعض بيصفها بدكاكين حزبيه، يعني موجوده بس مش بتمارس العمل السياسي، مش موجوده على ارض الواقع. بتشوف ده رايهم ازاي؟ خاصه ان انت بتكلمي على ما عندناش مشكله يبقى عندنا 1000 حزب، بس هو ال 1000 حزب مين فيهم هيشارك ومين فيهم بينزل الشارع ومين فيهم قريب من المواطن المصري وبيمثل المواطن المصري؟ خلينا ناخدها مراحل تدريجيه، المرحله الاولى ان يوجد حياه سياسيه جاده، وان يكون في مساحه افاق للحياه السياسيه وتبادل الاراء، بعد ده هنشوف هل الاحزاب هتشتبك فعلا ايجابيا مع المجتمع ولا في احزاب هتنكمش، الاحزاب اللي هتنكمش دي تعال نفكر في اليات تحفيزيه للدمج، لكن بدون الاجبار، تعال نفكر ان احنا نحفز الاحزاب ان هي تشارك في الانتخابات، تعال نفكر ان نحفز الاحزاب ان هي تبقى اقوى، تعال لما نشجع الاحزاب على الدمج عن طريق ان ممكن الدعم المالي والدعم في القنوات التلفزيونيه يكون اقل الاحزاب الصغيره التي تدمج، تعال في ده ما فيش خلاف، لكن في الاصل واساس مشكلتنا مش عدد الاحزاب الكبير قد ما يكون هي الحياه السياسيه اللي احنا محتاجينها انها تبقى مفتاحه ومتاحه للكل، وان الكل يعبر عن حياه سياسيه، وتعالى بعد كده نتكلم على الاحزاب الصغيره ونعمل معاها ايه. نقطه اخيره هي نقطه الحوكمه الاقتصاديه، الاحزاب بتصرف منين او ازاي تزود مواردها الاقتصاديه؟ اكيد عندنا اشكاليه رهيبه، لان احنا قايمين على اما الاشتراكات يا اما تبرعات الاحزاب، تبرعات الاعضاء للاحزاب، وبالتالي احنا محتاجين ان يكون في، احنا اتكلمنا في ده، دعم مباشر من الدوله نظرا لحصول الاحزاب السياسيه على ثقه الناخبين في الانتخابات البرلمانيه والمحليه، ودعم غير مباشر ان في فرصه ان انا لما اعبر عن نفسي في الساحه السياسيه واخرج في قنوات الاعلام وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه، اكيد هيزيد اعداد اعضاء حزبي، فيزيد اشتراكاتي ويزيد تبرعاتي من الاشخاص المؤمنين بافكار الحزب. اشكرك. شكرا.